بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، اليوم بإذن الله سنتكلم عن درس الذكر، فيتوقع منك أن تعرف الذكر في اللغة والشرع وأهمية الذكر وفضل هذا الذكر وأنواع الذكر. فالذكر لغة هو الشيء يجري على اللسان، وفي الشرع ما يجري على اللسان والقلب من تسبيح لله تعالى وحمده والثناء عليه وقراءة كتابه ودعائه والتفكر في آلائه ومخلوقاته، وما يجري على الجوارح من امتثال أوامره. فقد قال النووي رحمه الله: اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى، كما قال ذلك سعيد بن جبير وغيرهم من العلماء. أما فوائد الذكر فهي: أول أمر سعادة القلب وطمأنينته في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنه من أفضل الطاعات وأجل القربات، لأن المقصود بالطاعات ذكر الله تعالى. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. فهذا الذكر له فوائد، ومنها فوائده سعاده القلب، وهو افضل ايش الطاعات. هو حسن المسلم، فوائده هو حسن حصين يحفظ الله به العبد نفسه من الشيطان، كذلك يحصل به السبق والفوز يوم القيامه. أما أنواع الذكر فأولا عندنا سؤال: عدد أنواع الذكر مع التمثيل. النوع الأول التسبيح والتهليل. أولا الذكر باللسان، ومن أمثلة الذكر باللسان التسبيح والتهليل، قراءة كتاب الله تعالى، الدعاء وهو من أفضل الأذكار، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الاستغفار، وفي الحديث طوبى، وطبعا كما لا يخفى على شريف علمكم انه شجرة فيش في الجنة لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ثانيا الذكر بالقلب، بين كيف يكون الذكر بالقلب مع التمثيل، ومنه التفكر في مخلوقات الله، هذا الذكر بالقلب. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فأقنا عذاب النار. فهذا الذكر بالقلب وهو التفكر. الأمر الثالث الذكر بعمل الجوارح، وذلك بعمل الطاعات المختلفة مثل الصلاة والصيام والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام وتعلم العلم وتعليمه، وذلك لأن المقصود بالأعمال الصالحة الذكر. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. أما أوقات الذكر في أوقات مطلقة وأوقات مقيدة، فما الفرق بين الذكر المطلق والمقيد مع التمثيل؟ ذكر مطلق ليس له وقت محدد أو مكان محدد، ما عدا ما يمتنع فيه الذكر كأماكن قضاء الحاجة كالحمامات ونحوها. أما ذكر مقيد فهو مقيد بوقت أو حال أو مكان، مثل أذكار الصباح والمساء، فوقتها بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى غروب الشمس، ومثل أذكار النوم والاستيقاظ منه، وعند دخول المنزل والمسجد والخروج منه، فهذه مقيدة بأوقات. أمثلة للأذكار من الذكر المطلق: أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، لا يضرك بأي واحدة بدأت، لا يوجد فيها أي ضرر. كذلك أذكار الصباح والمساء، الذكر عند الكرب. طيب بالنسبة للتقويم عندنا السؤال الأول أجابته، السؤال الثاني في صفحة 190 أجبنا عليه، السؤال الثالث كذلك في 201، وكذلك السؤال الرابع في
في 102 101 201 202 في نهاية الدرس. سأل الله لنا ولكم التوفيق والنجاح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.